تبدو وكأنها آشعة ناتجة عن انفجار نووي. مشاهد رصدتها كاميرات بمدينة كهرمان مرعش التركية قبيل حدوث الزلزال بلحظات. أضواء زرقاء ساطعة تشبه البرق في المناطق المنكوبة سبقت الكارثة الكبرى. تلك المشاهدات أثارت الجدل والانقسام حول تفسيرها. البعض رجح أن تكون مجرد عاصفة رعدية، آخرون قالوا إنها انفجارات في خطوط الكهرباء. لكن المثير هو تفسير جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أن الزلزال كان مفتعلاً وأن المتهم سلاح سري تابع لحلف شمال الأطلسي معروف باسم هارب. الاتهامات جاءت بعد خروج بعض المختصين ليتحدثوا عن قدرة هارب على التأثير بتفاعلات الغلاف الأيوني لكوكب الأرض وإمكانية توليده موجات اصطناعية قد تتسبب باضطرابات قوية تؤثر على الحركة الزلزالية أو تؤدي إلى أنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية. أصحاب هذا الادعاء دعموا موقفهم بمقطع فيديو سابق ظهر فيه رئيس وكالة الفضاء التركية متحدثا عن أن قضبان التيتانيوم إن أطلقت من أقمار اصطناعية باتجاه الأرض يمكنها أن تتسبب في إحداث زلزال بقوة 7 أو 8 درجات. لكن الصحافة التركية قالت إن تصريحات المسؤول التركي أسيء فهمها وإن هارب لا علاقة له بما حدث في تركيا وسوريا. رئيس وكالة الفضاء التركية علق على انتشار هذا الفيديو بأنه أسيء فهمه، وأوضح أن الفيديو منذ فترة وقبل حدوث الزلزال، وأن ما حدث بتركيا نتيجة اصطدام تكتوني. لكن ما يمكن أن تحدثه قضبان التيتانيوم أشبه بفعل نيازك للزلازل، وأن الأمر بتركيا مختلف. أغلب آراء العلماء فسرت ظهور هذه الإشعاعات بكونها مجرد أضواء تسمى أضواء الزلازل، وهي تصاحب الزلازل العنيفة التي تحدث شقوقاً في القشرة الأرضية، وأن ما يتم تداوله مجرد ادعاءات يروج لها أنصار نظريات المؤامرة. ما يشاع على مواقع التواصل غير ممكن. المعدات البحثية في برنامج هارب لا يمكنها أن تسبب كارثة طبيعية أو أن تقوي من حدتها. بحسب خبراء متخصصين فإنه من الصعب على الأقل في الوقت الحالي وجود أي تقنية قادرة على إطلاق موجات لاسلكية من الأرض تصل إلى بقعة أخرى من كوكبنا لإحداث تأثير على الحركة الزلزالية، وخصوصا إذا كان بحجم الزلزال المدمر الذي شاهدناه في تركيا وسوريا.